للمتابعة انضم إلينا من الخليل مراسل الغد رائد الشريف. رائد، كيف استقبل المعتصمون والمرابطون في تجمع الخان الأحمر هذا القرار؟ نعم محمد، بالتأكيد يعني اعتبروه انتصارا لجهودهم المتواصلة منذ أيام في الخان الأحمر بعد اعتصامات متواصلة من قبل المتضامنين الفلسطينيين والأجانب الذين جاءوا من مختلف المناطق للتضامن مع سكان الخان الأحمر. المحكمة العليا الإسرائيلية أعطت الحكومة الإسرائيلية مهلة حتى 11 من شهر تموز، أي بعد 5 أيام من الآن، للرد على الالتماس الذي تقدم به سكان الخان الأحمر البدوي. طبعا جاء هذا من خلال محامي هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الذين نجحوا بالحصول على أمر احترازي بوقف هدم الخان الأحمر، وهذا يعني هو قرار مؤقت لحين عقد جلسة للبت بالقضية. طيب، هل الاعتصام سيستمر يا رائد؟ هل سيرابط المرابطون في نفس المكان؟ الاعتصامات متواصلة، والمواطنون الفلسطينيون سيرابطوا في مكانهم، وهذا اليوم الجمعة سوف تقام الصلاة في الخان الأحمر بعد دعوات كانت من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وكذلك من الفعاليات واللجان الشعبية الفلسطينية، وتم تحضير لذلك والإتيان بمواطنين فلسطينيين من مختلف المدن الفلسطينية وتجهيز حافلات من رام الله والخليل وبيت لحم وشمال الضفة الغربية وكذلك من مدينة القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة وللتصدي للجرافات الإسرائيلية. وبعد هذا القرار بالطبع استقبل المواطنون الفلسطينيون الخبر، طبعا بعدما نجح المحامون بتقديم الالتماس الذي جاء بعد جهد كبير وبعد ساعات عمل متواصلة منذ ساعات طيب صباحي. كما أوردت رائد منذ قليل، هناك 5 أيام للبت في هذا الالتماس، غدا الجمعة سيرابط المرابطون والمعتصمون في التجمع، هل طيلة ال5 أيام سيظل الاعتصام؟ بالتأكيد الاعتصامات ستبقى مستمرة لأن قوات الاحتلال ربما تعود في أي لحظة، وربما يبقى طبعا هذا القرار الذي أصدرته المحكمة العليا وتجميد أوامر الهدم هو كما ذكرت مؤقت، لذلك هي حماية للمنطقة التي تعتبر بوابة القدس الشرقية، ومحاولة جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم من حكومة الاحتلال المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو وكذلك وزراء آخرين، وكان اليوم أيضا تجمهر للمستوطنين المتطرفين على قبالة من المتظاهرين الفلسطينيين على تلة جبل يدعمون جيش الاحتلال الإسرائيلي، لذلك الجهود ستبقى متواصلة. طيب، قبل قليل أعطيني فكرة يا رائد عن مسألة حصار هذا التجمع والمرابطين فيه من قبل سلطات وقوات الاحتلال. نعم محمد، قبل قرابة 60 يوما من الآن أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا غير قابل للنقد بخصوص هدم تجمع الخان الأحمر. بعد ذلك بدأت التحركات والاعتصامات. خلال 3 أيام الماضية جاءت قوات الاحتلال إلى منطقة الخان الأحمر، وكانت هناك بوادر لهدم الخان منذ 17 يوما، لم يغادر المرابطون والمواطنون الفلسطينيون المنطقة. قوات الاحتلال أحضرت جرافاتها وكذلك عززت من تواجد جنودها والشرطة الإسرائيلية التي فرضت حصارا مشددا على المنطقة من خلال عدم إدخال السيارات، فرض المخالفات والغرامات الباهظة، من كان يقطع الشارع الالتفافي قرب مستوطنة ما تسمى بمعالي أدوميم وهي أكبر المستوطنات في مدينة القدس المحتلة كان يخالف وهو مشيا على الأقدام. هناك سيارات صودرت، هناك وسائل إعلام تم طبعا مصادرة مركباتها وكذلك بالإضافة أيضا إلى منع وسائل الإعلام والصحفيين من الوصول إلى المنطقة، هذا أيضا ضمن الحصار لمنع تغطية الأحداث ونقل الصورة. في اليوم الأول ذهبوا إلى تجمع أبو النوار وهو قريب من منطقة العزرية أيضا شرق مدينة القدس المحتلة ومهدد أيضا بالهدم، هدموا 11 منزلا لحجب الأنظار، وبعدها عادوا مباشرة إلى الخان الأحمر، اعتدوا على المعتصمين، على المرابطين، على النسوة، على الأطفال، اعتقلوا 12 فلسطينيا. اليوم أيضا كرروا عملتهم وقاموا بالاعتداء على المتضامنين واعتقلوا 4 من المعتصمين أو المتضامنين الأجانب ليصل العدد ويرتفع إلى 16 معتقلا، بالإضافة إلى أكثر من 35 مصابا بالضرب نقلوا إلى المستشفيات، والصور كانت واضحة أمامكم وعمليات الاعتداء البشعة التي نفذها جنود الاحتلال. صحيح رائد، وسنرى ما الذي
سيحدث غدا الجمعة. رائد الشريف مراسل الغد كان معي من الخليل.